بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا اللسان العربي بأن أنزل به كتابه المبين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وشرفه بأن جعله لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إليه، وأنزل به هذه الشريعة الخاتمة التي أنزلها الله للثقلين كافة. ولو نزل هذا القرآن وهذه الشريعة بلغة أخرى غير العربية من لغات العالم لصعب فهمها مع الزمن، لأن لغة العرب خصها الله بالركود والثبات. فأنتم الآن تقرؤون بعض الشعر الذي ستسمعونه وقد قيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيد على 40 سنة، فامرؤ القيس توفي مات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب40 سنة. فإذا قرأتم الآن قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، كل هذا الشطر مفهوم لدى الصغار من الناطقين بالعربية، بخلاف ما لو أخذت شيئا من شعر الإنجليز في القرن الماضي أو الفرنسيين أو أي لغة أخرى، فإنك ستجده مستغلقا مستعجما لا يفهمه الناس بلغة التخاطب السائرة بينهم الآن. ولهذا فإن القرآن ليس خطابا للعرب وحدهم، بل هو خطاب لكل من بلغ، كما قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه تقوم به الحجة عليه، لأن الله يسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. وتولى الله حفظه بنفسه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه حفظ اللغة التي نزل بها، فهذه اللغة محفوظة بالقرآن الكريم وبأحاديث سيد المرسلين. وما يحتاج الناس إليه من اللغة العربية سيبقى سائرا بينهم، ولو كان غريبا في لغة التخاطب في بعض الأوقات، كبعض الكلمات التي جاءت في القرآن ولم تعد مستعملة في لغة التخاطب اليوم، كالقسورة والأب ونحوهما من الألفاظ القرآنية التي لم تعد موجودة في لغة التخاطب، فتعرف بأنها من الغريب. ومعنى الغرابة فيها أنها لم تعد موجودة في لغة التخاطب. والغرابة تطلق في مصطلح أهل البلاغة على أمرين: الأمر الأول عدم فشوها في لغة التخاطب، والأمر الثاني صعوبة اللفظ ووحشيته. فالصعوبة والوحشية منافية لأصل الفصاحة، فلذلك لا يوجد في القرآن شيء من الألفاظ المستوحشة. فالألفاظ المستوحشة مثل الجرشة ونحوها مما هو مستغرب في لغة العرب. وقد كان كثير من العلماء يعتنون بالمفردات الوحشية ولو لم تكن واردة في الكتاب ولا في السنة، حفظا لهذه اللغة عموما. وقد قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه: ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المزبر بأباخسك، واجعل جحمتيك إلى قيهلي، حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها في حماطة جلجلانك. وقد سئل عن معنى هذا الكلام محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس، سأله أهل اليمني تفسير هذه الكلمات فقال: ألصق معناه ألزق، روانفك معناه عضرطك بالجبوب أي بالصلة، وخذ المزبر أي المسطرة بأباخسك أي بشناترك، واجعل جحمتيك أي حندورتيك إلى قيهلي أي إلى أثعباني، حتى لا أنغي نغية أي حتى لا أنبس نبسة، إلا أودعتها إلا أوعيتها في لمضة رباطك أي في حماطة جلجلانك. ففسر الغريب بغريب مثله، وهذا من اقتداره وبلاغته. ومعنى الكلام: ألصق روانفك معناه ألصق ما تجلس عليه من مؤخرتك بالأرض حتى تكون متمكنا لا تتحرك، وهذا أثبت للكتابة. والروانف أعالي الوركين، ومن ذلك قول عنترة: متى مات القني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار. والجبوب قشرة الأرض وأعلاها، ومن ذلك قول امرئ القيس: فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي. وخذ المسطر، والمسطر هو القلم، لأنه يسطر به أي يكتب به.
بأباخسك وهي رؤوس الأصابع، فإذا أمسكه بيده بكاملها صعب التصرف فيه بالكتابة الدقيقة. واجعل جحمتيك إلى قيهلي، معناه اجعل عينيك إلى وجهي، والقيهل الوجه، حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهاء طلقتها من مذاقي إذ وثقت بها، والعجب أصل لما في النفس من داء. فالقيهل الوجه، حتى لا أنغي نغية، معناه حتى لا أنطق أي نطق إلا أودعتها، معناه حفظتها في حماطة جلجلانك، معناه في سويداء قلبك. والمقصود أن الكاتب من الأولى أن يحفظ ما يكتب، فإذا كان ينتظر الكلمة بعد الأخرى ولم يستوعب المعنى ربما أفسد الكتابة وأخطأ فيها. وعلم مفردات اللغة مما يعين على تدبر كتاب الله وتفهمه، فالله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وذلك مقتض لوجوب تدبر كتاب الله، والتدبر معناه أن تنظر ما بدبر اللفظ، معناه ما وراءه من المعاني، ولا يتم ذلك إلا بالتفهم والتدبر. له مستويان: مستوى العامة، وهو يشمل غير الناطقين بالعربية، فمستواهم من التدبر المحبة، أن يحبوا هذا الكلام لأنه كلام الله. والمستوى الثاني تدبر المعاني وتفهمها. والقرآن أربعة أقسام من ناحية التدبر. القسم الأول ما يفهمه جميع الناطقين بالعربية صغارا وكبارا، طلبة للعلم أو معرضين عنه، وذلك مثل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلو سألت أي صبي عن معنى قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لاستطاع تفسيرها. ومثل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا يفهمه الناطقون بالعربية على وجه السليقة، فيحل لكل إنسان تفسيره، كل إنسان من الناطقين بالعربية يحل له تفسيره. النوع الثاني ما هو من غريب اللغة، فيحتاج فيه إلى الرجوع إلى مفردات اللغة، فمن كان من أهل علم المفردات يستطيع شرحه وبيانه، ومن لم يكن منهم يرجع إلى المعاجم التي ذونت فيها مفردات اللغة، مثل ما ذكرنا في قوله: وفاكهة وأبا، وفي قوله: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لم يعد مستعملا في لغة التخاطب من اللغة العربية يرجع فيه إلى معاجم اللغة. القسم الثالث ما كان من مما يتضمن الأحكام وتستنبط منه المعاني، فهذا يختص بأهل العلم والراسخين فيه، لأنهم المؤهلون لفهم كلام الله. وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن كان من العالمين فهو أهل لأن يتفهم ذلك. وذلك مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما معنى اغسلوا؟ هل يدخل في الغسل الدلك، في مسمى الغسل الدلك، أو الغسل هو صب الماء فقط؟ كل ذلك محتمل، والمرجع فيه إلى الراسخين في العلم. ما معنى الوجه في وجوهكم؟ هل يدخل فيه ما بين العذار والأذن؟ هل هو من الوجه الذي يجب غسله؟ هل يدخل فيه داخل الفم وداخل الأنف، فتكون المضمضة والاستنشاق واجبتين بناء على أنهما داخلتان في قوله: فاغسلوا وجوهكم؟ أو يختص ذلك بالأنف فقط لأنه غير مسدود، ليس له سداد يسده بخلاف الفم، فله سداد يسده. فالوجه هو ما يقابلك من الإنسان عند مواجهته، وإذا واجهت إنسانا عاديا لن ترى ما بداخل فمه عادة، لكن الأنف يمكن أن ترى ما بداخله لأنه مفتوح دائما لا سداد له. فلذلك أوجبت طائفة الاستنشاق دون المضمضة، وأوجبت طائفة الاستنشاق والمضمضة معا في الوضوء والغسل، وأوجبت طائفة
المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، وفصلت طائفة فأوجبت الاستنشاق دون المضمضة فيهما في الغسل والوضوء بناء على حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. فليجعل في أنفه ماء، ظاهر الأمر الوجوب. وهكذا، فهذا النوع يصلح له الراسخون في العلم هم الذين يفهمونه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل المرفق داخل أو خارج؟ الغاية التي بعد إلى التي مع إله هي داخلة فيما يجب غسلها وهي خارجة عنه؟ المرجع في هذا إلى الراسخين في العلم. القسم الرابع هو ما كان من الخفي كالمتشابه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو معجز، فيكون الحظ فيه لمن رزق فهمه، فيمكن أن يكون خفاؤه مستمرا كفواتح السور: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، قاف نون، حاميم، طاسين، طاسين ميم. هذه فواتح السور هي من المتشابه الذي يقول الله فيه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كذلك قد يرد التشابه في غير ذلك من القرآن ثم يأتي البيان، فقد يكون اللفظ وقت نزوله متشابها خفي المعنى، ولكنه يتعلق بحادثة ستقع، فإذا وقعت زال عنه التشابه، كالوعد المستقبلي، فأمور القيامة وأمور الجنة والنار ونحو ذلك فيها تشابه لأنها خفية الدلالة ولا يمكن أن تكشف لنا حقيقتها إلا برؤيتها. إذا حشرت إلى القيامة عرفت كيف يمكن أن يجري الناس على الصراط وهو أرق من الشعر وأحد من السيف، لكن لا يمكن أن تدرك ذلك الآن بعقلك، فهو من المتشابه في حقك الآن. كذلك ما في الجنة من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يمل، وما في النار نعوذ بالله من المذلة والهوان والأذى، كل ذلك لا يمكن أن يدركه العقل الآن، فيبقى من المتشابه حتى ينكشف عنه الحجاب يوم القيامة. وكذلك بعض صفات الباري جل جلاله، فإن الإنسان قد يفهم معنى الصفة في اللغة ولكنه لا يمكن أن يعرف كيفها، فكيفها متشابه لا ينجلي إلا عند رؤية الباري جل جلاله يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحينئذ سينكشف لك ما خفي عنك من الكيفيات التي لا يمكن أن يدركها العقل اليوم. وكذلك في الأحكام، قد تأتي الآية في وقت من الأوقات ولا يعرف معناها في ذلك الوقت لأن حكمها لم يحن بعد ثم تنجلي فيما بعد. فمثلا يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ظاهر هذه الآية الوعيد على أمرين: الأمر الأول مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما جاء به، والأمر الثاني مشاقة المؤمنين ومخالفة سبيله. في العهد النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من المتشابه، لأن سبيل المؤمنين في حياته ما هو إلا ما جاء به، لكن لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم زال عنه التشابه، فعرفنا أن سبيل المؤمنين هو الإجماع، هو إجماعهم، وإجماعهم غير معتبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم. فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، فهو الرسول المعصوم المبلغ عن الله، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، فعلم أن الإجماع لا اعتبار له إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فزال التشابه عن سبيل المؤمنين بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الأمر وعدا يتعلق بالمستقبل فيزول عنه التشابه بحصوله، كقول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لما نزلت هذه الآية وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في عمرة الحديبية ظنوا أنهم سيدخلون المسجد الحرام في ذلك العام،
ولكن الواقع أن الآية تشير إلى أنه ليس في ذلك العام، فالآية فيها فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك أي من قبله فتحا قريبا وهو فتح خيبر، فهو ممهد لفتح مكة. فاليهود كانوا يؤازرون أهل الشرك ويساعدونهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعينونهم بالمكائد والمال، فلا يمكن أن تفتح مكة قبل أن يضرب اليهود ضربة قاضية على شوكتهم وما لديهم. فلذلك قال فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فلذلك تحقق هذا الدخول في العام القابل في ذي القعدة بعد عام كامل، وذلك في عمرة القضاء. فكان عبد الله بن رواحة يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. نضربناكم على تنزيله قبل أن نفهمه وهو منزل فقط، واليوم نضربكم على تأويله بعد أن تحقق. وتعلم علم مفردات اللغة العربية مما لا بد منه في تفهم كتاب الله وفهم أساليبه وتركيبه. ولو لم تكن المفردات كلها واردة في القرآن فإن التركيب متشابه، تركيب الجمل، هذه جملة كبرى وهذه جملة صغرى، هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية، هذه الجملة استعمل فيها الظاهر وهذه استعمل فيها الضمير، هذه مفسر الضمير فيها كل أو جزء أو نظير، وهذه مفسر الضمير فيها سبق ذكر ونحوه. هذه أمور تتفق فيها تركيبات اللغة العربية. فلذلك احتيج إلى حفظ لسان العرب، وكان فرضا من فروض الكفايات دراسته. ولسان العربي أي لغتهم إنما يعرف بثلاثة أمور: كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب الأقحاح. الأقحاح معناه الفصحاء، والعرب الأقحاح إنما تعرف فصاحتهم بتاريخهم. فمن كان من أهل الجاهلية قبل فتح مكة، كل الناس في أرض الجزيرة قبل فتح مكة فهم عرب أقحاح، وكل ما قالوه فإنه يستشهد به ويستدل به شعرا كان أو نذرا. بعد قيام دولة الإسلام بالمدينة بدأ التغير، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فاختلف هل شعراء الصدر الأول وخطباؤه يستدل بهم أو لا. والراجح أنه يستدل بهم جميعا إلى دولة بني أمية. فعصر الخلفاء الراشدين لم يتغير فيه شيء عن العهد النبوي، والذين كانوا في أيامهم من الشعراء وإن كانت حضارة دبت إليهم، الذين استقروا في الشام والذين استقروا في العراق دبت إليهم الحضارة ورأوا ما لم يكن معهودا لديهم في باديتهم، لكن مع ذلك بقيت لغتهم صحيحة. وقد بدأ التغير في اللغة في أيام الخلفاء الراشدين. فيروى أن عمر رضي الله عنه مر بصبيان من أهل المدينة يلعبون بالنبل فيخطئون، فتعجب من خطائهم وشق عليه، فلما رأوه شق عليه خطأهم في الرمي، قالوا نحن متعلمين يا أمير المؤمنين، قالت الله لخطأكم في ألسنتكم أشد علي من خطائكم في أيديكم. ويروى أن أبا الأسود الدؤلي وكان من التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه، دخلت عليه ابنته فقالت ما أشد الحر، فقال أيام ناجر، قالت أنا متعجبة لا مستفهمة، قال ما هكذا يقال، بل قولي ما أشد الحر. فذهب إلى أمير المؤمنين علي فقال أدرك اللغة فقد فاتت، فأمره أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم كلام العرب على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى غير ذلك، وفي الكلام ظاهر ومضمر، وانحو هذا النحو يا أبا الأسود. فكان ذلك بداية اهتمام المسلمين بعلوم اللغة، فأول علوم اللغة علم النحو، ثم بعده علوم المفردات، ثم علوم التراكيب وهكذا. وقد أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
بحفظ أشعار العربي، واعتنى بها عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحفظ 12,000 بيت للبيد بن ربيعة العامري وحده. وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستنشده بعض أصحابه. فقد جاءه رجل من أهل الطائف فاستنشده من شعر أمية بن أبي الصلت، فأنشده قصيدة فقال هيه، أي زد. فأنشده أخرى فقال هيه، فأنشد حتى أنشده 7 قصائد فقال لقد آمن لسانه ولم يؤمن قلبه. وكان يستنشد أبا بكر رضي الله عنه بعض الأشعار، فلما مر برجل ينشد والمجد خالصه لعبد الدار التفت إلى أبي بكر فقال أهكذا قال الشاعر؟ قال لا، بل قال والمجد خالصه لعبد مناف. وكون الله سبحانه وتعالى لم يجري الشعر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ليس نقصا للشعر، بل المقصود أنه قطع لحجة الخصوم والأعداء، فلو كان شاعرا لزعموا أن القرآن من إنشائه، فقد رد الله ذلك عليهم. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن لارتاب المبطلون معناه لو كان كاتبا أو شاعرا لارتاب المبطلون وهم أعداء هذه الدعوة. لذلك قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ومع ذلك فقد كان يجري على لسانه بعض ما هو متزن، كقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكقوله هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. ولذلك قال عدد من العلماء ومنهم القرطبي وابن العربي الرجز المنهوك لا يدخل في مسمى الشعر، لأنه جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزهه الله عن الشعر. وقد بين هذه النكتة ابن الوناني في أرجوزته المشهورة بالشمقمقية، حيث قال في الشعر وإن أردت، يقول ما هو إلا كالكتابة وما فضلهما إلا كشمس الأفق، وإنما نزه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق. إنما نزه عنهما الكتابة والشعر النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق.